بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعرفكم ازاي طريقه تخزين الهدوم اللي هيتحط في الشكايه عشان ما يعفنش منك ويبوظ في قلب الشكاره ويفرغ منك. الطريقه بتاعته انت الاول بتجيبه بعد ما تشرشه طبعا زي كده، طبعا انت مشرشينه موقفينه شرش جنب شرش، بس لازم الثوم يتقلب من مكان، لازم الثوم يتقلب من مكان، لان في هنا لو بصينا التوم من هنا طير ازاي؟ التوم طار من هنا اهوت وبدا يعفن، هيبدا يعفن، فاحنا نلحقه ونعمل ايه؟ بنقوم ماسكينه طبعا، بنقوم حاطين الشرش كده بالشمس اتجاه الشمس كده كده، بنحط اتجاه الشمس، واتجاه طبعا الشمس من الشمال ويمين طول النهار طول اليوم موجوده. بنحط الشرش كده ونخلي الرص بره، ما نتنهاش كده ولا كده، لا كده عشان كلها تبقى بعضها تبقى بعضها كده زي كده مثلا. الناحية دي والناحية دي طبعا الشمس هتيجي من الشروق، طبعا شروق الشمس، الشمس عندنا بتشرق من الاتجاه ده، طبعا هتقطع التوم من هنا كده، فتقوم تنشفه وتشيل العفن اللي موجود في قلب التوم هنا، وبعد كده تيجي في الغروب، غروب الشمس طبعا هتقطع من الجنب التاني طبعا زي كده، وبعد كده ان شاء الله نبدا نجيب مقشه بلح ولا اي حاجه ونبدا نضرب على الطينه دي تنزل، نجيب حاجه ونمسك الطينه الكتيره دي نحاول نفريها كده وهو محطوط جنب بعض، يبقى انت كله شايف كل حاجه قدام عينك كده، تمسك تحاول تنظف الطينه على قد ما تقدر، وبعد كده تجيب شكايرك زي ما احنا عاملين هناك كده الشكاير. طبعا الشكاير هناك اهي موجوده، ونبدا بقى نحط في الشكاير ونربط الشكاير ونشوف لها مكان كويس جاف نحطه في قلب التور. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه المقشه دي ممكن تطلع معاك الطينه اللي موجوده عندك. شايف بتشيل الطينه خالص، كل ما الشمس تضرب الراس بتاعت التوم يبقى سهل جدا عليك تنظيف الطينه منك. تنيمه زي ما انت شايف كده منك انت اللي تشيل التوم. تمام؟ كده ينشف احسن واحسن طبعا، ومعاك حته مقشه زي دي كده. تقوم ايه تنظف بيها الثوم اللي موجود. وعلى فكره يا جماعه اللي عنده ثوم منشفه او مخزنه وعامله نفس الطريقه اللي احنا عاملينه دي هنا كده مثلا، هنا مثلا الثوم مثلا معمول زي ده كده، يلحق بسرعه يشوفه ويرفع كذا شرش منه ويتاكد ان مفيش فيه عفن، علشان ما تتاكدش ان هو محطوط كده وتيجي تفوجئ ان هو باظ منك وعفن ودخلت العفن بتاعه دخل في الراس من تحت. تعال شوف الطينه قد ايه الجنب ده، احنا نضفت الجنب ده، شوف الطينه كتير اهي، الجنب التاني ما خدش مني وقت، شوف تعالى بص كده ازاي نضف ازاي، شوف نضف مني اهوت على قد ما قدرت، بينضف معايا برضو التوم اهوت، شوف بدا ينضف ازاي، كل ما الشمس تضربه وتعمل عليه بالمقشه كده تنضفه ينضف معاك التوم زي ما انت شايف. تمام، وجامده قوي كده اعملها يا سيدي بايدك، شوف اهو في طينه كتير، امسك يا احمد. تمام، طبعا ده لسه معمول النهارده، طبعا بتاع لسه جامده فيه، شوف تبدا ايه تنظف على قد ما تقدر كده، كل ما الشمس تضرب الراس بتاع التوم الشربه تسيب، يبقى سهل معاك تنظيفه وما ياخدش منك انفار كتير. تمام، بس لازم لو تخزن التوم وتحطه في السكاير تعمل اللي انا بقول لك عليه ده، لازم، لان التوم انا رفعت كذا شرش لقيته بدا يعفن من تحت، لقيته بدا يعفن ويعمل عفن من تحت، الحق التوم بتاعك، شوف بقى طار ازاي، مش طار الفص نفسه هو ناشف، بس تحس ان هو لين لين من هنا كده، الحق وشم، ممكن تشمه تلاقي له طالع له ايه حاجه زي ما يكون مكمكم او بدا يطلع له ريحه، الحق تومك يا تنقله من مكانه، لو هتخزنه لو هتبيع بعد العيد على طول تشيل الشيخ ده وتنقله هنا كل يومين تعمله كده لغايه ما العفن ده يروح، لان مثلا تعمله نفس الطريقه دي وترجع تركبه وتوقفه تاني زي ما كان، تعمله بنفس الطريقه دي. تمام، ممكن تعمله بنفس الطريقه دي وترجع توقفه تاني زي ده كده تاني برضه لو انت مش عايز تحطه في شكاير، بس اهم حاجه اهم حاجه ما تنسيبش التوم بتاعك، زرعتك هتبوظ منك، الحق وبص على التوم بتاعك لان فيه بدا يطرى من هنا كده، بدا التوم يطرى من قلب الحته دي، ولو عمل من هنا والعفن دخل للراس من هنا المصدر الاساسي اللي بيخش للتوم عشان يفرغ
من قلب الراس نفسها، من هنا كده او من هنا كده بيبدا تطرى الحته دي، فتوصل العفن يخش جوه في قلب التوم. وشكرا، وربنا يا رب يحسن سوق التوم للجميع ويعوض علينا السنه دي، والله المستعان.